السلام عليكم. وإلا قلت لكم تقدروا تنقصوا الدهون وتزيدوا العضلات في نفس الوقت، ممكن ولا ماشي ممكن؟ طبيعة الحال ممكن. وها كيفاش؟ هاد القضية هادي سميتها ريكومبوزيشن، أي إعادة التركيب. كنعاودوا التركيبة ديال الجسم، أي أننا كنقصوا الدهون وكنزيدوا العضلات في نفس الوقت. اول حاجه فهاد القضيه هادي كتلقى بزاف ديال النقد، حيت كيقول لك بنادم ما يمكنش لك دير جوج اهداف في دقه واحده، ما يمكنش لك تنقص الدهون وتزيد العضلات في نفس الوقت. حيت كما كتعرفوا باش نقصوا الدهون خصنا ناكلوا في واحد الكالوري ديفيسيت، اي ناكلوا قل، اي ناكلوا طاقه قل من داكشي اللي محتاج الجسم ديالي، وباش نبني العضلات غادي نحتاج كالوريز زايدين. هو صراحه الا فكرنا فيها فهما ماشي جوج ديال الاهداف متعاكسين، بالعكس راه اهداف مختلفين. حيت ماشي قلنا غادي نقصوا الوزن ونزيدوا الوزن في دقه واحده، لا، فغادي نقصوا حاجه وغادي نزيدوا حاجه اخرى. بما ان الخلايا الدهنيه بوحدها مختلفه على الخلايا العضليه، اذا فنقدر في نفس الوقت نقص الخلايا الدهنيه وفي نفس الوقت نزيد الخلايا العضليه. مهم، كاينين بزاف ديال الدراسات اللي كيبينوا الصراحه ان ممكن دير هاد اعاده التركيب ديال الجسم ديالك، اي ممكن وممكن جدا انك تنقص الدهون وتزيد العضلات في نفس الوقت. كما قلت لكم هذه القضيه هذه ما كتخدمش لكل شيء، كتخدم لواحد الناس، وهنا غادي ليستهم وقسمتهم على اربعه ديال الانواع. وعندنا اول كاتيجوري وهي بنادم اللي اوفر ويت، بنادم اللي زايد في الوزن وزايد بزاف وعنده بزاف ديال الدهون شايطه، حيت هاد الدهون هذه كتعتبر مصدر ديال الطاقه بالنسبه للجسم. فواخا نكون كناكل قل من داكشي اللي خاصني، فغنبقى نمشي لهاد هاد الفات اللي عندي، هاد الشحمه اللي عندي، وغناخذ منها الطاقه هي اللي غادي نستعملها باش نبني الموسك الاخر. اما النوع الثاني فهو بنادم اللي يلاه بادي تريني، وكما كنعرفوا بنادم اللي تيكون يلاه بادي فتيكون عنده الفرص انه يبني العضلات بشكل كبير، سورتو العام الاول والعام الثاني. فهنا يقدر ان هذا الانسان هذا اللي يلاه بدا يتريني يقدر انه يبني العضلات وينقص الدهون اللي عنده في نفس الوقت. هو وعندنا الكاتيجوري الثالثة، الكاتيجوري الثالثة هو ديال بنادم اللي كان كيتريني مدة طويلة وحبس، وملي تيقرر يعاود يرجع فكان كيلاحظ أن المشكل ديالو صغار. هو الصراحة واخا المشكل ديالو صغار فماشي الألياف العضلية اللي صغار، بل غير السيتوبلازم اللي تيصغار. هادي مثلا هذا هو العضلة ديال بنادم ما ترينيش، هاي ملي كيبدا يتريني كيبداو يتزاد واحد النوايا اللي سميتهم مايونيكلياي، اما غنخليهم هنا باش ما تدوخوش، وتا المساحه اللي دايره بهم السيتوبلازم حتى هو كيكبر، وهذا هو اللي كيعطي الضخامه اكثر. وملي كيحبس لونطريمون وكتقلص العضله ها هو كي كتشوفوا، فغادك السيتوبلازم اللي كيتحيد ولكن هادوك المايونيكلياي كيبقى العدد ديالهم. اذا ملي كنرجع نتريني فالوقت اللي غادي نستغرق باش انني نكبر فهو صغير بزاف، حيت السيتوبلازم تيكون فيه غير الماء والاملاح المعدنيه وبعض العناصر الغذائيه تقريبا، واذا بالتحفيز دغيا كيرجع. هاد النوع هذا فتا هو ملي غادي يبغي يكبر هاد ملي غادي يبغي يعاود يكبر العضله غادي يستهلك واحد طاقة كبيرة. وغندوزو دابا للكاتيجوري الرابعة وهي ديال بنادم اللي عنده الجينات مزيانين صراحة، اي سواء عنده الجينات مزيانين ولا هو ردهم مزيانين. المهم هاد النوع هذا تا هو كيكون كيقدر يبني العضلات بشكل كبير اكثر من الانسان العادي كيكون هاز، وبالتالي بناء العضلات راه واحد الحاجة اللي كتستنزف الطاقة، هادشي اللي خصنا نفهمو. فإذا كانوا عندك الجينات كيعاونوك انك تبقى في واحد ليطا انابوليك، اي واحد الحالة ديال البناء ماشي ديال الهدم، فراه بالطبع الجسم ديالك غادي يبدا يقلب على مصادر الطاقة وغادي يمشي لديك الشحمة اللي عنده. فإذا كنتي كتاكل ناقص من اللي خاصك هذاك الفارق ديال الطاقة غادي يمشي ويجيبو من الشحمة اللي عندك في الجسم ديالك. دابا راه عرفنا غير شكون اللي يقدر يدير هاد إعادة البناء، أجي نشوفو دابا كيفاش نديرو هاد إعادة البناء. وكما لاحظتوا فمن هاد الناس هادو الاغلبيه ديال الناس اللي كتعرفوهم غادي يكونوا واحد من هاد الربعه هادو، وحتى بنادم اللي عند بالهم تريني فعلى حسب لونطريمون ديالو، فكاين بنادم تلقى ضرب 6 سنين ولكن كيتريني غير كيلعب وداكشي، وبالتالي الا جيتي تشوف تلقاه بحال متريني عامين ولا شي حاجه. اذا راه ماشي بالضروره المده ولكن كيفاش كنتي كتريني. دابا ندوزو كيفاش نديرو هاد ريكومبوزيشن. اول حاجه والمهمه هي التمرين، اي خصني ضروري ركز على التمارين ديالي، والتمارين اللي غيعاونوني ندير ريكومبوزيشن هما تمارين المقاومه اي الحديد الميسكولاسيون. ما كاينش شي حاجه من غير هادشي اللي غادي تعاونني، نسى لي الكارديو نسى لي التخرميز كامل، فخصني ضروري نحفز العضله ندير لها واحد الضغط ما عمرها ما شافته باش انها تحفز انها تكبر. كتقول الله خصني المره الجايه نكون كبيره باش نقدر نتحمل هاد الضغط هذا.
وبالتالي الحاجة الوحيدة اللي غادي تعاوني هي حمل الأثقال. وفاش نقول حمل الأثقال هنا فالنيت خصني نحاول فهمتي ديما ندير شوية الوزن كبير. فأول حاجة ملي كنحمل الأوزان ثقال فإنني كنستهلك بزاف ديال الطاقة، وثاني حاجة فإنني كنحفز العضلات أنهم يكبروا. والكارديو نحاول ما نكثرش في الكارديو، ولا بغيت ندير كارديو حسب الدراسات فتبتات أن الهيت حمل الأثقال زائد الهاي انتنسيتي انترفال ترينين كيعطيو بزاف النتائج الموجبة في إعادة تركيبة الجسم أي ريكومبوزيشن. ثاني حاجة واللي مهمة بطبيعة الحال وهي التغذية، وهنا كما العادة فخصني نحسب الاحتياجات ديال الجسم ديالي. وفايت داير واحد الفيديو على تي دي اي 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 توتال ديلي انرجي اكسبندتشر، اي شحال من كالوري كنحرق في النهار، شحال الجسم ديالي كيحتاج ديال الطاقه. فاذا كنت في تي دي اي اي فنورمالمون كنبقى محافظ على الوزن ديالي. اذا غادي نخلي لكم اللين ديال الفيديو ديال كيفاش تحسبوا تي دي اي هنا لتحت. وهنا ملي كنشد تي دي اي اي هنا غادي نقسمهم لدو كاتيجوري. عندنا الكاتيجوري الاولى وهي بنادم اللي عنده انه ينقص الشحمه اهم من يبني العضله، هذا خصو ياكل المانتونس ديالو اي تي دي اي ناقص من 100 حتى 500 كالوري. اي ملي غتحسب هذاك التي دي اي ديالك غادي تنقص ما بين 100 حتى 500 كالوري على حسب نسبه الدهون في الجسم ديالك. عندنا الكاتيجوري الثانيه فهي ديال بنادم اللي عنده نسبه دهون مزيانه باينه ليه مزيانه وباغي يدير فهمتي ريكومبوزيشن وبشويه باغي تقريبا فهمتي ينقص الدهون ويبني العضلات في نفس الوقت، ولا فهمتي شويه كثر العضلات. فهنا سوا ياكل المانتونس ديالو نيشان اي تي دي اي اي ما يزيد ما ينقص، ولا تي دي اي زائد 100 حتى 200 كالوري. دابا ملي حددت شحال من كالوري غادي ناكل نشوف كيفاش غادي نقسم الماكروز. اهم حاجه كتجي مول الكالوري هي البروتين، شحال ديال البروتين غادي ناكلو. وانا صراحه كنصح تاكلوا على الاقل 2.2 غرام ديال البروتين لكل كيلو من الجسم ديالكم. المهم فاش قلت على الاقل اي 2.2 او اكثر. البروتين عباد الله واحد الحاجه ضروريه. علاش قلت 2.2 غرام لكل كيلو؟ حيت خصني نعرف ان الخلايا ديال الجسم ديالي كامله كيحتاجوا بروتين. فالجسم الانسان فيه 37 تريليون خليه فكاملين كيحتاجوا البروتين باش يعاودوا راسهم، كيحتاجوا الاحماض الامينيه. دابا ندوزو لثاني حاجه اللي هي شحال ديال الدهون. شحال ديال الدهون؟ الصراحه فناخد 0.5 غرام لكل كيلو من الجسم ديالي. مثلا الا فيها 100 كيلو غادي ناخذ 50 غرام، فيها 70 كيلو ناخذ 35 غرام ديال الدهون، ونحاول ناخذ الدهون الصحيه. الدهون الصحيه وغادي نخلي لكم هنا واحد الهرم تقريبا نقول لكم شنو اللي ناخذ شنو اللي وشنو اللي ما ناخذش. وداكشي اللي بقى كنديرو كارب. وكاين بزاف ديال الناس صراحه اللي كاين بزاف الناس اللي كيزيدوا واحد الطريقه اللي هي ديال الكارب سايكلين، فين النهار اللي كيترينيو كياكلوا هذاكشي اللي حددوا، والنهار اللي ديال الراحه اي النهار اللي ما كيترينيوش كينقصوا واحد 50 غرام ديال الكارب، ولا كينقصوا المهم واحد الكارب على حساب ديالهم. غير هو ضروري الكارب ما نزلش على 2 غرام من كل كيلو من الجسم ديالي. وكيجي الثالث حاجه واللي مهمه بزاف دابا، الثالث حاجه والكونديسيون الاخيره اللي هي الناس عباد الله الناس. فخصني ندير عليه فيديو بوحدو، ولكن غادي نخلي لكم هنا بسرعه، نخلي لكم واحد التجربه غادي تلخص لكم اهميه ديال الناس. فالتجربة هادي شتو مهم بزاف ديال الناس، وداروا لهم واحد النظام غذائي اللي ناقص في الكالوريز. بجوجهم نفس النظام الغذائي، بجوجهم عندهم نفس الكالوري ديفيسيت. فاش الجروب الاول غادي نلخصو في الأ، والجروب الثاني غادي نلخصو في البي. عندنا أ نعس تقريبا 8 سوايع في الليلة، وعندنا بي نعس 5 سوايع ونص في الليلة لمدة 14 يوم. أ نقص 3 كيلو والبي تا هو نقص 3 كيلو، ولكن ملي شافوا لقاو أن أ نقص كيلو ونص ديال الشحمة وكيلو ونص ديال الفات فري ماس، اي تقدر تكون من العظام العضلات الجلدة المهم اي حاجة من غير الدهون. اما الشخص بيتا هو نقص 3 كيلو ولكن نقص غير 600 غرام ديال الدهون و 2 كيلو ونص من الشيء الاخر، اي 2 كيلو ونص كاملة فيها عضلات ما عظام داكشي. اذا هنا كتبان اهميه النعاس. وعلاش شي كنقول لكم على الاقل نعسوا 8 سوايع بالليل؟ فالناس اللي نعسوا 8 سوايع غادي تنقصوا نفس الحاجه في الميزان، ولكن غادي تنقصوا عضلات وعظام. المهم داكشي مفيد، ما غتنقصوش الدهون. المهم كانت هي هذه الحلقه اللي كنتو كتسناوها من شحال هذه، صراحه تعطلت عليكم بزاف سمحوا لي. ومهم كما العاده كان معكم صابر فيتنس بالدارجه، وغنبقى معكم ديما وبالدارجه.